والشورة وجول جول جول جول. الفريق اليمني يبعث بصمت رهيب في مدرجات ملعب خمسة جويليا بهدف التعادل، وتنقلب الامور الان بتأهل وقتي للفريق اليمني. شوف شوف امبيو ابو مي، ورغم التصدي الممتاز لمروان العبدوني، ولكن في الاخير المتابعة من محمد صالح يوسف، وهدف التعادل لفريق التلال اليمني. واحدة بواحدة، العين بالعين والسن بالسن والبن.